أخت فاضلة تقول: مش أمي، أنا أمي تزني والله، قلبي يحترق، أنا في سن 25، ماذا أفعل يا شيخ؟ قبلتها بفعلتها ولكن استمر في أفعالها خبيثة، يا ريت ترشدني يا شيخ. يعني أنت لو استطعتي أن تترك البيت تترك البيت، وعندك مكان آمن يعني غير البيت، واجب عليك أن تترك البيت ما دامت المرأة لا تسمح لك وما دامت تعلمها عليه. فأنا قلبي عندك يحترق كما أنت تحترقين، واجب عليك أن تتركي المكان الذي هي فيه إن كان عندك مكان آمن في ذلك، ولا تبقين معها في نفس البيت إذا كانت تفعل ذلك في نفس البيت. والله يستر علينا وعليك وعليها، وأنت ما عليك إلا أن تبريها وتستغفري الله لها وتنصحيها. الله موفق لكل خير وبر. الله المستعان، الله المستعان.